عسلامة، مرحبا بكم. اليوم رجعت لكم بروسيت جديدة يحبوها برشا الناس الكل. مكوناتها سهلين ومتوفرين لكل داء. اليوم اخترت اني نشارككم طريقة تحضير بسبوسة البرتقال بطريقة سهلة على الاخر وناجحة من اول تجربة. نتعدوا المكونات مع بعضنا. بالنسبة للمكونات باش نستحقوا سكر فاني، خميرة جاتو لفيرشيميك، ومعهم زيست متاع كعبة برتقال كاملة وقشور برتقال، ومعهم كاس سكر، كاس عصير برتقال، كاس نوات كوكو، وزوز كيسان سميد رقيق، معهم نصف كاس ماء ونصف كاس زيت. باش نعملوا مغرفة كبيرة ماء الزهر، معهم زوز بيضات، رشة ملح، ومغرفة قشور برتقال مرحيين. نجمو نعوضوهم بالليزاست العاديين تاع برتقال عادية. باش نضيفولهم كعبة ياغورت، ومعاهم كعبة ياغورت. بالنسبة لياغورت باش نستعملو ياغورت ناتير وإلا ياغورت فانيليا، القوم تاع الفانيليا. نبدأ بتحضير الخليط. باش نزيدو للبيضتين نزيدوهم لزيست دورانج، نخلطوهم. باش نضيفولهم كاس سكر، بالنسبة لسعة الكاس 200 مللتر، اللي استعملتهم كل 200 مللتر. باش نزيدهم السكر فاني، ومعاه رشة ملح وقشور برتقال مرحي. باش نضيفو لهم السوائل، نصف كاس زيت اللي هو 100 مللتر، حكم نستعمله في كاس ساعة 200 مللتر، ومعاه كاس عصير برتقال. ومعاهم نصف كاس ماء. ونزيدهم كعبة ياغورت. باش نزيد نفوحها شوي بماء الزهر، حكاية معرفة كبيرة ماء زهر. باش نضيف كاس نوات كوكو. بالنسبة لتخليط البسبوسة ما تستحقش باش تستعمل روبو وإلا مكسير متاع الضوء، جيست نحركوها بيدينا سهلة برشا تحضيرها سريع. باش نضيفو الكاس الاول نتاع السميد، ومعاه الكاس الثاني سميد رقيق، ونكملو نحركو المكونات الكل مع بعض. ومعاهم لفيرشيميك. بالنسبة لخميرة الجاتو 15 غرام. وهكا يكون الخليط نتاع البسبوسة حاضر. كيما تشوفوه ماهوش خليط جامد برشا، شوفوا القوام نتاعه كيف نصب في المول. وهكا تكون البسبوسة نتاعنا حاضرة. باش ندخلها للفول على 180 درجة لمدة 25 دقيقة من نار من اللوطة، ومن بعد باش نزيدوها 25 دقيقة من فوق. بعد ما خرجنا البسبوسة من الفور باش نصبوا عليها الشحور اللي حضرناه. بالنسبة للشحور استعملت زوز كيسان ماء عليهم كاس سكر، طيبتهم على نار هادية
بعد ما يبدأ الماء يغلي نحسبه 15 دقيقة، وبعد نطفو عليه الماء باش يجينا الشحور خفيف شوي، ماهوش شحور عقد برشا كما تشوفوا فيه، باش نروي به البسبوسة الكل. طريقة التحضير متاعها سهلة على الاخر، ديجا خدمتها معاكم في برشا ريسيتات اخرين. وكما تشوفوا طريقة التزيين اللي اخترتها، بطبيعة تبقى طريقة والواحد كيفاش يحب يزينها من بعد. اخترت طريقة بسيطة على الاخر، خليت البسبوسة بين الكلها بريسك باش يبقى القوم تاعها كما هو. ان شاء الله تكون عجبتكم رسالة اليوم، واذا اول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. ملتقانا في الفيديو الجاي. بالسلامه.